اربع عناصر اساسيه يلي بتعطي طعمه الشوكولا، مش عم نحكي باللون. ذرات كبريت اسمها ديميتيل تريسلفيد المئويه، يعني هيدي بتحطي جرام اسمها ديميتيل بيرازين ب 3000 بارتيا يعني 3. هلا في ماده ثانيه اسمها بيرازين، هيدا بيرازين عندها 2 من ميتيل يعني، بس في 5 كربون وفي عندها هون الهيدروجين والاكسجين، هيدي فيها حوالي 100 جرام. فيها ايتوكسي اسمها ايتيل فانيلين، مع بعضهم وبتحطيهم بالسمنه، بتذوب السمنه، صبح عندك طعمه.